أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قال إن النار تفنى وهل يضلل؟ يخطى في ذلك. ينسبون هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لم يثبت عنه يعني ثبوتا صريحا، لم يثبت عنه ذلك، ولو ثبت فهو خطأ. الحمد لله أن خصوم الشيخ ما وجدوا عليه شيء إلا هذه المسألة، لو ثبتت ما وجدوا عليه خطأ، لكن يدندنون به ويشهرونه فرحين بها، هذا خطأ ولا ينقص من قدره رحمه الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.